وكذلك بعد هؤلاء الأئمة المتبوعون من أهل الشأن سواء من المحدثين أو من الفقهاء، فاشتهر منهم عدد كبير من الذين اشتغلوا بالشعر والأدب، ومنهم مثلا أبو حنيفة رحمه الله كان راويا للأشعار وكان يعتمد عليها في تفسير النصوص، وكان بليغا في كلامه، وكان يعتبر الأدب شيئا رفيعا ويقدر أهله. كان له جار يهودي يشرب الخمر إذا نام الناس ويسكر، فيغني بأبيات للعرج يقول فيها: أضاعوني وأي فتى أضاعوا ليوم كريهة وسداد ثغري كأني لم أكن فيهم وسيطا ولم تكن نسبتي في آل عمري. وكان أبو حنيفة قواما الليل لا ينام في الليل، في ليلة من الليالي انقطع عنه صوت هذا اليهودي الذي كان يزعجه فلم يسمعه، فلما صلى الفجر طرق الباب سأل عنه، فقيل أخذه العسس الشرطة، فذهب وتلطف حتى أخرجه من السجن ووضع يده على كتفه وقال: قد أضعناك يا فتى، أضعناك يا فتى، يشير إلى الأبيات: أضعوني وأي فتى أضع. فأسلم اليهودي بسبب حسن معاملة أبي